سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. وصفة جديدة البنات، اليوم غادي نشارك معكم البنات واحد الوصفة زوينة بزاف، اللي هي راه كلشي الناس البنات تعرفوها وكلشي الناس كتعجبهم. ما تنظنش انا كاين شي واحد اللي ما كتعجبوش التردة ولا الرفيسة العمياء البنات بالخبز اللي تيبقى لينا. فهي أكلة شتوية بامتياز وكتجي لذيذة بزاف وصحية وكتسخن البنات في هذا البرد. غادي نشاركها معكم اليوم البنات بالطريقه ديالي ان شاء الله. غادي نبداو البنات بالمقادير وطريقه التحضير. المقادير البنات شنو عندي؟ عندي هنايا الفول يابس، ها نتوما الفول يابس راني غسلته. عندي العدس، الكميه كتبقى اختياريه على حسب شحال بغيتو ديرو. عندي العدس راه كنرقدو ديما البنات في الماء واحد الساعه قبل باش ما كيتحلش. عندي البنات الا عندكم مطيشه طريه ديروا مطيشه طريه من الاحسن، انا ما متوفرش عندي، غندير هذه اللي كتكون في الحك مقطعه. كما قلت لكم من الاحسن مطيشه طريه، ديروا جوج حبات ديال الطماطم طريين. هنايا عندي جوج حبات ديال البصل قطعتهم هكا شنانف، ها نتوما جوج حبات ديال البصل مقطعين شنانف. وعندي جوج مزودات ديال الحار، ولا غير مزود واحد كافي كيعطيها بنه زوينه البنات. الحار ضروري دير واحد المزود ديال الحار، الفلفله حاره والقديد من طبيعه الحال الا متوفر عندكم ديروها البنات، راه كيتواتى بزاف مع هذه الاكله. عندي هنا طريفات ديال القديد، وعندي واحد الكرداسه ها هما راني رقدتهم في الماء من قبل باش كتنقص شويه ديك الملوحه. وعندي ربطه ديال الربيع، قزبر والمعدنوس ربطه كنديروها هكا مربط من الاحسن. وبالنسبه للعطريه البنات عندي معلقة ديال سكنجبير، وعندي معلقة صغيرة ديال المساخن. المساخن البنات زوينين تيجيو معاها، الا متوفرين عندكم ديروهم. عندي الخرقوم البلدي، الكركم عندي معلقة، عندي نص معلقة ديال الابزار، الفلفل الاسود، عندي شوية ديال السمن الحار. غندير جوج فصوص ديال الثومة، من بعد غادي نقشرهم اما ترميوهم صحاح ولا ديروهم عصروهم اللي بغيتو. وعندي هنايا البنات معلقه ديال الحلبه، الحلبه كتواتى معاها بزاف، هذه حلبه بلديه البنات صيفطاها ليا جارتي ديال المغرب الله يخلف عليها. ها هي البنات حلبه بلديه هذه، ديروا معلقه وشويه ديال الملحه، ونديروا بحساب القديد والكرداس راهم مالحين، وندير غير شويه ديال الملحه. ومن طبيعه الحال زيت الزيتون باش غادي نصب زيت الزيتون البنات، واللي ما عندوش زيت الزيتون يدير غير الزيت العاديه ماشي مشكل. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير ديال هذه الوصفه هذه والخبز يابس من طبيعه الحال البنات، من بعد غنوريه لكم. هنا البنات خديت الكوكوط حطيت فيها هذيك البصله اللي قطعتها مشنفه، غندير معاها زيت الزيتون هكا. ديروا الزيت راه كتبغي لدام هذه الاكله. الا ما عندكمش القديد ديروا طريف ديال الشحمه ولا بلاش، ماشي ضروري ديروا غير كنور ولا خليوها غير هكذاك. غنحط البنات هذه البصله تقلى مزيان ونكمل معاكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشحرات ديك البصيله كتشحر مزيان، غادي نضيفوا ليها الطماطم ديالنا. كما قلت لكم اللي عندكم طماطم طريه من الاحسن البنات، انا غير ما متوفراش عندي درت هذه. غنحرك هكا وغادي نزيد العطريه، غادي ندير هذه المعلقه ديال السمن، غادي ندير البنات العطريه والمليحه والحلبه طبيعي الحال، حلبه زوينه كتجي فيها. غادي ندير الفول ديالي، ها هو راني غاسله. غادي ندير ديك العديسه حتى هي، صافي غادي نحرك هذا الشيء هكا، غنخليه يتقلى واحد شويه ونكمل معاكم البنات. والثومه حتى هي البنات هي نقشرها ونرميها، نسيت انا البنات القديد وديك الكريديسه على بالي راني دايره بلا قديد. صافي غندير داك القديد دابا، ندير هاد القبيطه ديال القزبر والمعدنوس، غادي ندير هاد التويمه ديالي. ها هي غنحرك هذا الشيء كامل البنات، نخليه يتشحر
وعاد نكملو باش نرويو ونسدو عليه يطيب. انتما البنات هنا من بعد ما تحر لي داكشي مزيان وطلابق داكشي مع بعضياته كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ندير داك الفليفله الحاره، ها هي غنرميهم دوك المزيودات، وغادي ندير الماء يكون غليان. ضروري البنات تغليو الماء باش داك العدس والفول ما يكنزوش. صافي ديروا الجهد اللي غادي ما تبقاوش مازال تزيدوا باش غادي نسقيو الخبز ديالنا. صافي غادي نخليه حتى كيطيب، نسد عليه الكوكوط ونخليه حتى يطيب ونكملوا ان شاء الله. هنا البنات عندي الخبيز، الخبز اللي تيكون شايط لينا البنات، ها نتوما كيكون خبز كيشيط لكم الخبز ديال الدار. من الاحسن البنات ديروا الخبز ديال الدار، ما ديروش ديال الزنقه، كيجي احسن وصحي اكثر، لان داك الباغيط ولا هذا ملي كتخوي عليه داك الروا كيتنفخ وما تيكونش زوين. فمن الاحسن ديروا خبيز ديال الدار فوق ما كيشط لكم دوك الدغيمات، بحال هكا كيشطوا لكم الدغيمات ديال الخبز، ما كترميوهمش، كتاخذوهم كديرهم في شي ميكا ديال الكونجيل وكتدخلوهم للمجمد صافي وكتخليوهم. ها نتوما شفتوا الطريفات ديال الخبز، المهم هو دي يكون ديال الدار، سواء ديال الزرع ولا من معجون غير بالفينو ولا غير بالسميده، المهم تيكون خبيز ديال الدار زوين. ها شفتوا كناخذو صافي وكنفتتو هكا، كنبقى نقطعو هكا مفتت كما كتشوفوا معايا البنات، قطعوا هكا طريفات صغيورين. صافي غادي نفرتو كامل هكا، وهو اللي غادي نسقيه كيجي غزال. ملي طيب المريقه ديالنا غنكمل معاكم كل واحد كيفاش كيسقيه، كاين اللي غير كياخذو كيحطو في القصعه وتيخوي عليه الروا، وكاين اللي انا ماما الله يرحمها كانت كديرو لينا، كانت كتاخذ هذا الخبز وكتحطو في الكوكوط في الروا وكتخليه غير واحد الشويه كيتبخ هكا وكتخويه في القصعه، كيجي زوين بزاف. غادي نفتو البنات كامل، ومن يطيب لاصوص نكملو باش نحطوه. ها نتوما البنات هاي المريقه ديالي من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا، صافي دابا راه موجوده. غادي ندوزو باش غادي نسقيو داك الخبيز ديالنا. ما تكثروش البنات الماء، من الاول ديروا الماء الكافي باش من بعد ما تزيدوش الماء، باش كتبقى لكم المريقه بنينه وزوينه. ها نتوما البنات ها هو الخبيز ديالي، راه رطب البنات، ما احتاجش نفوره. الا كان عندكم الخبز قاصح وشويه زعما وهذا فوروه شويه. انا كان عندي الفران سخون حطيته في الفران، دابا بسم الله غادي نسقيه. غنسقيه البنات مباشره، كاين اللي كيديروا في الروا كما قلت لكم، انا صراحه كنديروا في الروا، غير دابا قلت نسقيه معكم حسن. كنديروا يتبخ في الروا كيجي شارب وزوين، ولكن تبع هذه الطريقه خصكم غير تسقيوه مزيان مزيان. ها نتوما غادي نسقيه مزيان باش تدخل معاه هاد المريقه. ديك الثومه كنخليها صحيحه، من بعد كنحيدها كنحطها هنا مع هاد الفليفله والربع، من بعد نحطهم من الفوق اللي بغاهم تياكلهم، تيجي زوين بزاف البنات. هاد الاكله فن البرد، ديك الكريديسه ها هي زوينه بزاف هاد الاكله في البرد البنات، احسن اكله عندي انا الصراحه في البرد هي هادي. وفتات الشطبه، فتات الشطبه راه فايت ليا مجرب نديرها معاكم، مشاركه معاكم. دابا نخلي لكم الرابط صندوق الوصف اللي بغات تدخل تشوفوا الطريقه، تاو زوينه تيجي لذيذ. صافي البنات غنكمل نحيد نديرو نفزقو كامل داك الخبز كله يتبلل ونوريكم. صافي البنات ها نتوما ها هي الترده ديالي بعد ما سقيتها كامله، كيف كتجي، كتجي فنه البنات وبنينه، شفتو كتجي بنينه بزاف. كنتمنى البنات تجربوها وتعجبكم وديروها لوليداتكم في هذا البرد، راه زوينه وصحيه. خليو لي التعليقات ديالكم كيف ديما، والى وصفه قادمه باذن الله. بسلام عليكم.